أغنية جديدة لتامر حسني اللي لسه نازلة يا جماعة، بتقول ايه؟ اشتريت كتاب اسمه كيف تفهم حواء. المهم القصة دي كان بيحكيها عن ان دماغ حواء واحدة في كل الجنسيات وفي كل التركيبة، فلو هيسمي مثلا مسميات هي بيقولك احنا حنينة جحدة، حاوزين مش فاهمين، نفس الكلام بيرددوه، واحنا عايشين مساكين بنجيب في هدايا ونسدد ونسدد. وبعد ما كان نفسي في واحدة تفهمني من غير ما اتكلم، بقيت ادعي الاقي واحدة تفهمني اصلا وانا بتكلم. في جوه دماغ حواء كذا حد، ملاك شيطان، والله تعبت لما تعملها كده انت وحظك. في اللي ساعتها بقى ماسك الشفت، وديتها مرة للدكتور، دكتور دي ونبقى عندك، سألها مالك؟ قالت له مالي، ما انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك. حافظين مش فاهمين يا جماعة، واحنا اللي تعبانين في الاخر. فقدر فعلا تامر حسني في الاغنية دي يوصف فيهم بنات حواء، لان هم فعلا على نفس النهج والوتيرة. وكانت اغنية مميزة جدا من فيلم هرمون السعادة، او من ألبوم السعادة اللي نزله تامر حسني. وده كان خبر خاص عن تامر حسني وكليبه الجديد اللي مطرقع الدنيا، اللي وصل لمليون ونص مشاهدة بعد نزوله ب24 ساعة. الى هنا انتهى الخبر. لما يعدنا المزيد لك لدينا الجديد، فكونوا معنا وتابعونا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل ما هو جديد. شكرا لحسن متابعتكم ودعمكم المستمر، في انتظاركم في قادم الفيديوهات بإذن الله. ابقوا معنا على الدوام، لا تكلوا ولا تملوا، وانتظرونا بالجديد دوما.